لا زال النقاش حول افتتاح العام الدراسي يثير الرأي العام في إسرائيل، خاصة النقاش بين وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم. انتقد كبار المسؤولين في وزارة الصحة خطة العودة إلى المدارس وافتتاح العام الدراسي المقبل في الأول من أيلول سبتمبر المقبل، والذي قدمته هذا الأسبوع وزيرة التربية والتعليم إفعاد شاشة بيتون، التي قالت إنها تعمل بالتعاون مع وزير الصحة نيتسان هوروفيتس في هذا الشأن. نقلت صحيفة معريف عن مسؤول في وزارة الصحة قوله: التعليم ضمن مجموعات ونظام الكبسولات أمر لا مفر منه، ويجب ألا يتم تقصير أيام الحجر الصحي. لقد أدرك جميع المهنيين في جميع أنحاء العالم أن تقصير أيام الحجر الصحي أمر خطير، خاصة عندما يتم الحديث عن المدارس. وأعلنت وزارة التعليم الإسرائيلية الأحد أن العام الدراسي المقبل سيفتتح كالمعتاد من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر. وفق بيان الوزارة، فإن خطة العودة للمدارس والبرنامج وبرنامج العمل التعليمي يشمل أولاً افتتاح كل المؤسسات التعليمية دون علاقة بتصنيف السلطة المحلية لأي لون في قائمة كورونا. ثانياً اتباع سياسة حجر صحي ملائمة لكل سلطة محلية. عند انتقال سلطة محلية للون البرتقالي يتم تنفيذ عدة إجراءات في داخل المدرسة لتقليص الاحتكاك بين الطلاب، وأيضاً يتم زيادة النشاطات للمنع والكشف. إغلاق مؤسسة تعليمية فقط في حال حدوث ارتفاع كبير بنسبة الإصابة بفيروس كورونا بقرار مشترك من مدير اللواء ووزارة الصحة. أطر نوادي الظهيرة تستمر بالعمل كالمعتاد. أطر التربية اللامنهجية تستمر بالعمل، وفي السلطات المحلية التي تصنف حمراء أو برتقالية تتم في أماكن مفتوحة. السفريات تستمر كالمعتاد، وفي المؤسسات التعليمية تمنح ليونة إدارية وتربوية للمديرين يستطيعون من خلالها اتخاذ أي قرار أو أي إجراء يقلص الاحتكاك بين الطلاب، ومنها الانتقال للتعلم بمجموعات صغيرة أو إجراء فصل بين الطلاب في مراحل النشاط المختلفة أو التعلم عن بعد. هذه الإجراءات على ما يبدو لا تعجب وزارة الصحة، والتوتر هذا موجود منذ الحكومة السابقة ويستمر مع الحكومة الحالية. إلى هنا وصلنا إلى نهاية بانوراما، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وكونوا بخير.